أناقش تفاصيل هذا الملف مباشرة مع ضيفي سيد محمد مجدي المحلل السياسي. أهلا وسهلا بك معنا عبر خدمة سكايب سيد محمد. يعني نريد أن نلخص موقف مصر من إعلان القدس وهذه الزيارة التي ربما لم تأتي بصالح القاهرة كما يقول البعض، زيارة بايدن إلى المنطقة. تفضل. الحقيقة زيارة بايدن للمنطقة هي تهدف أساسا لمصالح إسرائيلية بحتة. هناك مخاوف إسرائيلية كبيرة جدا من حصول إيران على السلاح النووي، خصوصا بعد فشل مفاوضات الدوحة اللي أنا كنت بعتبرها يمكن الفرصة الأخيرة لإحياء هذا الاتفاق. فالحقيقة بعد فشل هذه الجولة من المفاوضات، وأنا بقول هنا أن إيران أضاعت فرصة تاريخية لإعادة هذا الاتفاق اللي كان يكون في مصلحة إيران وفي مصلحة المنطقة وفي مصلحة الاستقرار بشكل عام. يعني بعد ما فشلت هذه الجولة هناك الحقيقة خوف كبير جدا داخل الكيان الصهيوني، ولأن بالفعل إيران وصلت لمرحلة عالية جدا من التخصيب يمكنها للحصول على سلاح نووي فترة قصيرة، وبرضو نفس المخاوف موجودة في السعودية والدول الخليجية. فهنا إعلان القدس الحقيقة كان بيتحدث عن أمن إسرائيل، عن توفير الحماية الأمريكية الكاملة لإسرائيل ضد الخطر الإيراني، والأول مرة بتشوف الرئيس بايدن بيتكلم عن الخيار العسكري كخيار أخير سيتم استخدامه ضد إيران إذا حاولت الحصول على هذا السلاح. فهي الحقيقة هذه الزيارة هي زيارة يعني لمصلحة إسرائيل بامتياز، ومنها على سبيل المثال رئيس بايدن أعلن أن هيتم فتح الأجواء السعودية أمام الطيران الإسرائيلي، وده غير إعلان القدس يعني، وسيكون هناك خطوط جوية بين السعودية وبين إسرائيل لأول مرة. فهذه الزيارة يعني بيحاول بها بايدن أن ينقذ بعض من شعبيته المنهارة داخل الولايات المتحدة. طيب الموقف المصري، سامح شكري قال بالحرف الواحد نرفض بشكل قاطع فكرة الناتو الشرق أوسطي، هو هدف الزيارة بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، بالتالي كيف هذه التناقضات؟ يعني التحالف السعودي الإماراتي المصري، اليوم بايدن يحطه في السعودية، الإمارات طبعت في العام الماضي أو في اتفاقيات أبراهام السابقة، موقف مصر سيتحول في المرحلة المقبلة سيد محمد؟ والله هو موقف مصر في الغالب يعني بيبقى موقف مطابق للكفيل الاماراتي، يعني احنا شفنا نفس التصريحات بتاعت سامح شكري هي نفس تصريحات الامارات، لكن على ارض الواقع بنشوف اتفاق بين اسرائيل والامارات في انظمه دفاع جوي. نعم سيد محمد. سيد محمد. طيب بانتظار أن يعود إلينا السيد محمد مجدي. طبعا أذكر بأن بعض المصادر الدبلوماسية المصرية كشفت عن تطورات جديدة بشأن العلاقات بين مصر وإيران في ضوء الحراك الإقليمي الحاصل أخيرا قبيل الزيارة التي تمت إلى المنطقة. كان هنالك حديث عن تقارب ما بين القاهرة وطهران، هذا التقارب يعني ربما هو ما سيؤثر على الموقف المصري في المرحلة المقبلة من إعلان القدس والزيارة الأمريكية أو زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة واليوم إلى المملكة العربية السعودية. هل يعني السؤال الأبرز، هل نحن أمام موقف ربما مغاير للمواقف الإماراتية والسعودية فيما يتعلق بال يعني النظر إلى ما يجري في طهران، أو ربما التمدد الإيراني في المنطقة؟ يعني هنالك تحالفات ما بين الإمارات وإيران، اليوم نتحدث عن تقارب بين مصر وطهران، ونرى إعلان القدس الذي يتحدث بشكل مباشر عن صيغة ويعني حلقة مجتمعة مع تحالف عربي لمواجهة إيران في المرحلة المقبلة والتمدد الإيراني والسلاح النووي الإيراني. نعود مرة ثانية إلى ضيفنا السيد محمد مجدي عبر خدمة سكايب. سيد محمد يعني عدت إلينا، تسمعنا الآن بشكل أفضل؟ سيد محمد. طيب بانتظار أن يعود إلينا طبعا مرة ثانية السيد محمد مجدي وهو محلل سياسي. أذكر بأنه كان هنالك اجتماع في سلطنة عمان ولقاء سري ما بين طبعا مصر وإيران جرى في سلطنة عمان، وهنالك تطمينات مصرية لطهران كانت من ضمن فحوى اللقاء الذي جرى في الأيام الأخيرة، ولذلك اليوم الكل يعني بدأ يخلط الأوراق. ما هو موقف مصر الحقيقي من هذا التحالف من إعلان القدس؟
من هذه الزيارة ككل للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة. عموما قبل أن أعود إلى ضيفي وبانتظار أن ينضم إلينا أيضا سيد محمد كامل وهو أو مختار كامل المفكر السياسي، سأستعرض وإياكم شخصية الأسبوع لهذه الحلقة ومباشرة نتحدث معكم عن هذه الشخصية الرئيس الأمريكي جو بايدن. نبدأ بالتعريف على هذه الشخصية. يعتبر جو بايدن الرئيس 46 للولايات المتحدة الأمريكية منذ 20 من يناير عام 2021. ولد جو بايدن في نوفمبر عام 1942 في بنسلفانيا، وشغل أيضا منصب نائب رئيس الولايات المتحدة 47 في الفترة الممتدة من عام 2009 حتى عام 2017. أيضا سعى الرئيس الأمريكي بايدن إلى الترشح عن الحزب الديمقراطي للرئاسة في عام 1988 وفي عام 2008 وفشل في كلتا المرتين. في عام أيضا بايدن هو عضو قديم في لجنة القضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي التي رأسها منذ عام 1987 وحتى عام 1995. وأيضا اشترك بايدن في صناعة العديد من قوانين الجريمة الفيدرالية بما فيها التحكم في جريمة العنف وإجراءات تطبيق القانون لعام 1994. مؤخرا أو منذ يومين وقع بايدن إعلان القدس مع رئيس الوزراء يائير لابيد الذي يهدف في الدرجة الأولى لمواجهة إيران. طبعا كانت شخصية الأسبوع معنا لهذه الحلقة كما تابعنا الرئيس الأمريكي جو بايدن. أعود لضيفي مرة ثانية سيد محمد مجدي عبر خدمة سكايب. انقطع الاتصال مع حضرتك سيد محمد، تسمعني الآن؟ أهلا مع حضرتك يا فندم. طيب كنا نتحدث عن يعني هل هنالك صيغة حقيقية ستلجأ لها القاهرة في المرحلة المقبلة لمواجهة كل هذه الضغوطات، طهران من جانب، السعودية والإمارات من جانب آخر، والإدارة الأمريكية ككل أيضا. لا خلينا بس أقول لحضرتك النقطة دي مهمة قوي. إن ما يقال في العلن غالبا لا يحدث في الخفاء. يعني الرئيس جو بايدن على سبيل المثال كان بيتوعد بعزل السعودية وإن هو لن يقابل محمد بن سلمان وما حدث الحقيقة عكس ذلك تماما. يعني فما يقال في سواء في الإمارات أو سواء موقف من سامح شكري الحقيقة لا يمثل ما يحدث في الحقيقة. هناك خوف حقيقي وتخوف حقيقي من دول الخليج من وصول إيران لسلاح نووي. لذلك سيتحالفون مع إسرائيل، ومصر الحقيقة في عهد هذا النظام تم تقزيم دورها بشكل كبير جدا. علشان كده بنشوف الرئيس جو بايدن زيارته بعد إسرائيل لم تكن القاهرة لكن ذهب إلى السعودية. ده بيبين لنا يعني تضاؤل للأسف دور مصر في الوضع الحالي. فهو يعني لا نعول على أي موقف لهذا النظام، لأن هذا النظام بيعتمد على وصول الأوامر من الكفيل سواء السعودية أو الإمارات. يعني بتقديرك يمكن القول بأنه بايدن يغامر بالعودة إلى رمال الشرق الأوسط المتحركة هنا سيد محمد؟ اعتقد ان يعني بسبب التعنت والغباء الايراني في تفويت فرصه الوصول لاتفاق كان ممكن ان هو يكون في مصلحه الجميع، سيكون هناك احتمال كبير جدا لتوجيه ضربه امريكيه عسكريه للمنشات النوويه الايرانيه، وبالتاكيد هيبقى في رد ايراني، وده بالتاكيد هيعمل للاسف قلاقل شديده جدا. فيعني للاسف إيران مصممة أنها تدفع الإدارة الأمريكية لتوجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية. طيب هنا في ظل هذا الحديث وهذه التطورات، الموقف الإيراني كيف سيكون سيد محمد؟ يعني الموقف الإيراني الذي تماهى اليوم مع مصر والإمارات ومع سوريا، وهنالك بصراحة هنالك أيضا تحالف آخر لدى إيران سيكون بوجه إعلان القدس. الحقيقة الرئيس بوتين هيقوم بزيارة لإيران لأول مرة. في تحالفات جديدة ردا على زيارة بايدن، يعني ردا على زيارة بايدن بوتين سيزور إيران الأسبوع القادم. فبالفعل هناك تحالفات بتتكون، لكن يعني هذا لن ينقذ إيران من ضربة عسكرية أمريكية، لأن الإدارة الأمريكية لا تستطيع أن تغامر بأمر إسرائيل سواء كانت هذه الإدارة ديمقراطية أو سواء كانت جمهورية. ده خط أحمر عند أي إدارة أمريكية. فكان الافضل ان هم يحاولوا الرجوع الى الاتفاق النووي، لكن هم الحقيقه اصروا على اضافه بعض البنود التي لم تكن موجوده في الاتفاق السابق، كرفع على سبيل المثال الحرس الثوري الايراني من قائمه الارهاب. ده شيء ليس له علاقه على الاطلاق بالاتفاق النووي. يعني فالحقيقه التعنت هذا التعنت الغريب سيدفعون ثمنه غاليا. يعني طيب بتقديرك بكل وضوح يعني اعلان القدس هو سحب البساط من تحت قدمي السيسي؟ لا لا لا
هو بيركز على استمرار التفوق العسكري الامريكي، التفوق العسكري الاسرائيلي سواء في الكم او النوعيه، وهيبقى في مجموعه من صفقات السلاح للاسلحه الحديثه الامريكيه يعني ستذهب الى اسرائيل لضمان يعني امن اسرائيل. لكن زي ما قلت لحضرتك عبد الفتاح السيسي هو بره المعادله تماما، لذلك لم يزور بايدن مصر. عبد الفتاح السيسي هو مجرد تابع للكفيل، بياخد امره من الكفيل سواء الاماراتي او السعودي، فهو غير موجود في المعادله على الاطلاق لسحب البساط منه. يعني مجدي، يعني ما المتوقع يعني او ما التحركات التي من الممكن ان تقوم بها إيران، لا سيما بأننا سمعنا تهديدات بأننا سنواجه إعلان القدس برد قاسم في المرحلة المقبلة، كيف يمكن أن ترجم هذه التصريحات على أرض الواقع؟ الحقيقة اللي هيجاوب على السؤال هي ماذا سيحدث عند زيارة الرئيس بوتين لإيران القادمة. هل هيكون هناك تحالف عسكري واضح وصريح بين روسيا وإيران؟ هل ستزود روسيا إيران بأسلحة حديثة أو أنظمة دفاع جوي حديثة؟ لأن بالفعل يعني نظام الإس 400 وبعض نظام الإس 500 دي من الأنظمة الحديثة جدا، اللي لو روسيا قدرت أنها تزود إيران بيها سيكون لك تغيير في المعدل. فكل ده حقيقة هتوقف على زيارة بوتين لإيران في الأسابيع القادمة. طيب، كان مفاجئ ربما تصريحات سامح شكري بخصوص إعلان القدس بأننا نرفض ربما أن نكون في وجه إيران في المرحلة المقبلة للإدارة الأمريكية، وبالتالي هنا بدأت الإدارة الأمريكية تنظر بعين أخرى أو مختلفة إلى القاهرة. والحقيقة ده كلام مخالف للكلام اللي السيسي قاله نفسه. يعني السيسي قبل كده كان قال أن التهديد الإيراني يعني إحنا بيقول مسافة السكة. يعني هل حاضر التغيير في موقف السيسي لهذا الشكل؟ لكن خلينا نشوف الافعال ليست الاقوال. هل سيكون هناك يعني بالفعل تحول مع يعني الاداره المصريه تتحول لتكون على الاقل على الحياد مع ايران ام لا؟ بعيدا عن التصريحات خلينا نشوف ماذا سيحدث بالفعل يعني. وتتوقع ايران قادره على فعل اي شيء سيد محمد؟ يعني كانت التهديدات الإيرانية ليست آنية، يعني نسمع تهديدات منذ زمن طويل، منذ يعني أن فشلت الاتفاقات أو المفاوضات النووية الإيرانية في بداياتها كنا نسمع تهديدات، ولكن على أرض الواقع تصريحات فقط جوفاء البعض يقول لك. لا لا لا، هي إيران تمتلك قوة عسكرية لكن لا في يعني لا تستطيع مواجهة القوة العسكرية الأمريكية. فهي الحقيقة بتخاطر مخاطرة غير محسوبة على الإطلاق، غير سوء الحالة الاقتصادية السيء جدا داخل إيران، والشعب الإيراني نفسه يعني ضج بسبب هذه يعني الحالة الاقتصادية السيئة. كانوا باستطاعتهم إعادة أو يعني الاستفادة من فرصة وجود الرئيس بايدن لإحياء هذا الاتفاق النووي ورفع العقوبات على إيران، لكن مع ذلك أصروا أن هم يفوتوا هذه الفرصة. وعلى فكرة للتاريخ في الغالب لن يتم إعادة انتخاب الرئيس بايدن بسبب أنه شعبيته داخل الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت أقل من 30%. فيعني من الصعب جدا أن سيكون هناك أي مرشح جمهوري قدام الرئيس بايدن أنه يخسر الانتخابات القادمة. وإذا فاز مرشح جمهوري في الانتخابات القادمة لن يكون هناك فرصة لإيران للمحاولة إيمن مناقشة هذا الاتفاق النووي مرة أخرى يعني. طيب، سمعنا عن لقاء سلطنة عمان واللقاء السري المصري الإيراني، كان هنالك تطمينات مصرية لطهران، طبيعة هذه التطمينات أين يعني تندرج؟ ويعني فعلا يعني ماذا تستطيع أن تقدم مصر لإيران اليوم في ظل كل هذا التحالفات أو هذه التحالفات التي تقف في وجه إيران؟ الحقيقة مصر لا تستطيع أن تقدم إيران أي شيء، هي أقصى شيء تستطيع أن تقدمه مصر دعم سياسي الحياد. لكن ممكن تكون بعض من الدعم السياسي، لكن ده هيثير غضب بالتأكيد الحليف أو الكفيل الإيراني، الكفيل السعودي والإماراتي. فلا أعتقد أن حتى الدعم السياسي سيستطيعون أن هم يقدمونه لإيران. أعتقد أنها مجرد تصريحات، لكن ليس هناك أي شيء يستطيع تقديمه السيسي لإيران أو غير إيران في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة اللي مصر بتعيشها حالياً يعني. إعلان القدس كان بصراحة هو مفاجئ للشعوب العربية سيد محمد، يعني هو يعني مفاجئ الكل فقط دقيقة الكل كان يعول على هذه الزيارة بأنها تحمل الكثير من الملفات فيما يتعلق بالحرب الدائرة في اليمن، لم يتم التطرق إليها، المستوطنات الإسرائيلية لم تذكر، كان الهدف دعم إسرائيل فقط، ويعني الحديث عن تحالف بوجه إيران رغم أن المفاوضات النووية الإيرانية كانت متقدمة في مراحلها الأخيرة. تمام، لا هو زي ما بقول لحضرتك يعني هو الرئيس بايدن
بيحاول بأقصى جهده أنه يوصل لقاعدة الناخبين اليهود داخل الولايات المتحدة الأمريكية ويقول لهم أنه هو داعم لإسرائيل وأنه هو داعم لأمن إسرائيل، لأن ده الحقيقة نقطة مهمة جدا بيتم مناقشتها في كل المناقشات الخاصة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية أو الديبيتس أو المناظرات. فهو الحقيقة الرئيس بايدن بيبقى عايز حاجة يطلع، سواء لما يعمل مناظرة مع المرشح الجمهوري من الحزب الجمهوري، عايز يبقى عنده حاجة يقول ان هو بيدعم اسرائيل. لا يهم الولايات، اي سواء كان مرشح ديمقراطي او جمهوري، يهمه جدا دعم اسرائيل. فلا تتوقعوا من بايدن انه يدعم القضايا العربيه ولا يتحدث على حرب اليمن او اي شيء اخر. يعني اين الوعود الانتخابيه اذا؟ كل الوعود الانتخابيه الحقيقه يعني ذهبت في الهواء بمجرد عندما وصل الى البيت الابيض. ظهر بالضبط خلاص. كل كان حديث عن ملف حقوق الإنسان، موضوع الحقوق أيضا في السعودية، الحرب الدائرة في اليمن، وملفات سوريا، ملفات كثيرة في المنطقة العربية لم يتم التطرق إليها أبدا. يعني فعل كما فعل الرئيس دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس، اليوم إعلان القدس. صحيح، لكن خلينا أقول لحضرتك برضو أن في تحول جوهري. الحرب الروسية غيرت العديد من المفاهيم. يعني بالفعل إدارة بايدن وقعت بعض العقوبات على يعني مصر على في مجال حقوق الانسان، وبالفعل لكن عندما ذهبت روسيا لغزو اوكرانيا الحقيقه الامور تغيرت، واصبح بايدن بيحاول ان هو يوحد الدول وخصوصا في الشرق الاوسط ضد روسيا. لذلك نرى ان بوتين سيذهب الى ايران في الاسابيع القادمه. ماذا عن كبح نفوذ روسيا والصين هنا من خلال هذه التحالفات الجديده سيد محمد؟ هو الحقيقه يعني بايدن بيحاول انه يحافظ على مناطق النفوذ الامريكي. منطقه الخليج العربي تحديدا هي تاريخيا يعني منطقه للنفوذ الامريكي، فهو عشان كده بايدن يذهب الى هذه المنطقه لمنع التمدد الصيني الى هذه المنطقه، وخصوصا شفنا بعض التقارب من دول الخليج تجاه الصين وتجاه روسيا رغم الحرب القائمه يعني. فهو يحاول يحافظ على الاقل على مناطق النفوذ التاريخية اللي هي للولايات المتحدة الأمريكية. يعني نقطة أخيرة مع حضرتك قبل أن أستعرض التقرير، يعني ربما ماذا تطرقت الزيارة بالتحديد هنا سيد محمد؟ يعني هذه الزيارة أو زيارة بايدن، الموقف المصري معروف من الإدارة الأمريكية، سنرى دعم أمريكي في المرحلة المقبلة إذا ما رأينا تصريحات مختلفة الآن من قبل القاهرة فيما يتعلق بهذا التحالف؟ اعتقد ان يعني ان هيكون هناك تغيير. الاداره المصريه الحاليه بتحاول بشتى الطرق الحقيقه انها ترضي الاداره الامريكيه. لم يقابل الرئيس بايدن الى الان عبد الفتاح السيسي، رغم ان عبد الفتاح السيسي حاول محاولات كثيره جدا لمقابلته وتم الرفض، لكن اعتقد ان في المرحله القادمه ممكن بايدن يقابل السيسي في مقابل بعض يعني التنازلات في بعض الملفات يعني. وانا بس عندي تعليق صغير، ان الرئيس بايدن حدد بشكل واضح ان سيكون هناك خيار عسكري كحل اخير، يعني دي يمكن بس الحاجه الوحيده اللي بس حاب ده تصريح رسمي من الرئيس بايدن، والاول مره بتشوف تصريح بحل عسكري اذا لم تلتزم ايران ولم تعود الى الاتفاق النووي ولم توقف طموحها بانتاج اسلحه نوويه، لكن طيب. معلومات ممتازه. طيب اعود لاعلان القدس، يعني كان هنالك رفض فلسطيني واسع من قبل الفصائل، من قبل الشعب الفلسطيني، هنالك جهود تبذلها القاهره فيما يتعلق بقضيه الفلسطينيه وقطاع غزه تحديدا والمساعدات التي يتم ادخالها والزيارات المتبادله بين وفد حماس والاستخبارات المصريه، هنا يعني كيف يمكن ان نتوقع ان تضغط هنا هذه الفصائل على مصر فيما يتعلق بإعلان القدس ربما أو تصريح برفض هذا الإعلان؟ يعني كان تصريح سامح شكري غامض، السيسي في واد وسامح شكري في واد آخر كما ذكرت. طيب أنا أتفق مع حضرتك تماما، لكن خلينا نبقى متفقين أن لا ننتظر أي شيء أو أي موقف أمريكي سيكون داعما للقضيه الفلسطينيه. يعني في اعلان القدس على سبيل المثال لا يزال يعني بيقولوا ان حركه حماس هي حركه ارهابيه، فاذا يعني وهو بيتكلم على حل الدولتين في اعلان القدس، ما هي حدود هذه الدول؟ هل هي حدود 67؟ ما هي الحدود؟ هو بيتكلموا مجرد تصريحات، لكن لا ننتظر اي موقف امريكي داعم سواء من رئيس ديمقراطي او رئيس جمهوري
داعم للقضيه الفلسطينيه. القضيه الفلسطينيه ان شاء الله ستحل بايدي الشعوب العربيه وبايدي الشعب الفلسطيني البطل باذن الله. اشرت الى نقطه مهمه بانه اللجوء الى حل عسكري لمواجهه طهران. طيب المناخ متوتر الآن وهنالك حرب روسية على أوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية لا زالت ربما ستظهر أو تداعياتها أكبر في المرحلة المقبلة، قادرة واشنطن أن تدخل بهذه المعركة الآن إذا ما صعدت طهران؟ الحقيقة لا، ستكون مضطرة إلى ذلك، أعتقد أنه هو ليس الخيار الأفضل لهم، وهو الحقيقة الرئيس بايدن كان واضح وقال أن هذا سيكون هو الخيار الأخير، لكن أعتقد في ظل هذه الإدارة الإيرانية المتعنتة جدا سيكون لا خيار امام الاداره الامريكيه الحاليه غير توجيه ضربه لوقف الطموحات الايرانيه النوويه، وده شيء الحقيقه هيبقى سيء جدا على المنطقه كلها، لان هيكون هناك رد ايراني، لذلك كان الافضل الرجوع الى الاتفاق النووي وتجنيب المنطقه حرب لا يحمد عقباها يعني، لكن انا اؤكد لحضرتك ان سيكون هناك ضربه عسكريه امريكيه لايران اذا ايران لم تلتزم ولم ترجع الى الاتفاق النووي. انت تقول بانك تؤكد وكانك تجزم بانه العوده للمفاوضات النوويه لن تكون في المرحله المقبله سيد محمد. الحقيقه ده يعتمد على الموقف الايراني، ويعني فكره اضافه بعض البنود اللي هي ليست لها علاقه بالنووي ولا غير النووي يعني، فده بيعتمد على موقف ايران وفهمها لخطوره الوضع الحالي. لن تسمح الولايات المتحده الامريكيه لايران بالحصول على القنبله النوويه، وهم وصلوا الى مرحله خطيره جدا من التخصيب، يعني وصلوا لدرجه 70% من تخصيب اليورانيوم، ودي يعني ممكن في خلال اسابيع قليله يحصلوا على قنبله نوويه، ولذلك لن يسمح لهم بايدن ولا اسرائيل بالحصول على هذه القنبله. نعم، اشكر وجودك معنا سيد محمد مجدي المحلل السياسي، اتعبناك معنا عبر خدمه سكايب، شكرا لكل هذه الايضاحات.